السلام عليكم ورحمة الله، كدايرين بخير؟ لاباس عليكم. اليوم عندنا اندومي، تحدي ديال اندومي. انا الصراحة ما كنقدرش نفوت وحدة جوج، الا كنت جيعانة كناكل جوج. دابا غادي نزيد جوج اخرين، يعني ما كنقدرش عليها اصلا، ما نقدرش عليها. ومعنا اليوم الضيفة الجديدة، معنا جيهان. هي انت غدير معايا التحدي. طيب انا المشكله عندي قرحه المعده، ما يمكنليش ندير الحار، والتحدي خاصني ندير الحار. يعني كل وحده فيها باكيه ديالها، يعني اربعه ديال الحار، وعند جيهان حتى هي اربعه ديال ساشيه تاع الحار. الله يقدرنا على هذا العمل. الله يقدرنا على هذه المصيبه اللي غادي نوقعوا فيها. المشكله هو العقاب ديال هاد التحدي. صعيب الصراحه، انا ما نقدرش عليه، ولكن هي حكمت عليا به. الا درتو غادي، الا سبقاتني غادي نديرو، وانا حكمت عليها الا درت غادي تشرب الخل. هذا هو انا باش حكمت عليها، لكن هي المجرمه حكمت عليا واحد العقاب، يعني شي حاجه صعيبه صعيبه. ما عمرني شفتها في اليوتيوب دارها شي حد. لهذا نتوكلوا على الله ونمشيو نطيبوها ونرجعوا معاكم ان شاء الله. دابا ها هي، ها هي اربعه البكيات، هادي تا هي اربعه البكيات. دابا غادي نشوفوا شكون اللي غيسبق وشكون اللي غيقدر يكملها كامله. وكما قلت لكم العقاب نقولش لكم، ما عمرني شفتو في اليوتيوب اول مره. يلا بسم الله. واحد جوج ثلاثه. هيا سخونه، انا بقى كنوي. بسم الله. بردي 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 حرة 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 حرة. كم شوية كم شوية حرة حرة سخونة. نشرب الماء. ما كنتش شفنا، ما عنديش امان نسقق، ما عنديش. حر 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 حر. ما عمرني تخيلت نقدر نصرفها. انا ما تنفوتش الجوج، الا كان فيه الجوج تنفوت تنفوتش جوج. كانت باردة كراسي عليك. اوه سخونة، باردة باردة. حر 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 حر. قلت لي تهضر. حر حر حر. شكلك وليت.
حار حار حار. طلعتني الصهدة سنة. شوية قد أنا تصخفي ولا ما يصير بحي. شوية 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 شدني الدوخة. لا يوجد أمل. قربت باقي ليا كله. انتي سخونة. لا برد برد باش ما يطيبش لك فمك. انا باقا بعيد انا. ما كنقدرش نكبر نبغى ما تنقدرش. دابا راه غادي بشويه حيت شفتك باقا بعيد غادي بشويه. لا لا دي كبيرة حارة حارة. هادشي حار بزاف. هي ما نبات في الغزانس اليوم وقيلا نبات في السويسي. جيبوا لي اللي دانون ما تجيبوش لي الحليب جيبوا عصير. كرشي كرشي كرشي. إذا مشيت للسبيطار جيبوا دانون ما تجيبوش رايبي ما تجيبوش الحليب ولا جيبوا لي الحليب باش يطحن ليا فيه لافوكا. أوه كرشي 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 ضربتني لا لا صافي لا سبقا. عشمية عطني كرشي تانا يالي كبيرة ما جميك ما مستحيل نستسلم. حرة استسلم استسلم يلي صافي فرق كبير باقي بزاف انا ها كملي ها قليل هي شويه ولكن صافي كمل صافي انا ما قدرتيش تكملي صافي المهم انا اللي باقي ليا بزاف نزيد نشوف اش نقدر نسبقها بقاي قبلتي شويه صافي استسلمتي صافي استسلمتي ما رضيتش بالهزيمه داكشي اللي جبزت قلت زعما كاينه بقات تفرتيت باش زعما نسبقها ساهل ما قدرتش شي حار وبيه ما درناش هذيك الحمراء داكشي اللي تكون حمراء حاره بزاف ما نقدرش عليها عندي قرحه المعده ما نقدرش صافي بارك الله فيك هي سالات وانا مازال ما صحيتش كلشي ضربني اصلا انا عارفه راسي ما غنقدرش لان انايا ما تنقدرش نفوت جوج ما كنقدرش واخا نكون جيعانه ما
ما نقدرش نفوت بجوج دابا ربعة تهنيت من الخل تخلات من تهنات من الخل بغيت نقول تهنات من الخل قلت لك تخنات بالخل تهنات بالخل هنا اشنو هو العقاب صعيب ولكن غادي ديريه جزء منك العقاب هو غادي تبيع الحوايج قدام في الزنقة سمعوا مشات للقرية مشات للجوطية بانوا ليها الناس كيبيعوا في الحوايج حاطينهم في الارض ديك الفراشات حاطينهم حوايج قدام قالت لي حتى انت غتهزي الحوايج قدام وغتمشي تبيعيهم في السوق كي غندير هذا خصني نردو هنا بعدا حسن عوان هذوك الناس بعدا كاينه تحيه ليهم كاملين دوك الناس اللي تيبيعوا دوك العيالات اللي كيبيعوا في الفراشات دابا انا حكمت عليا هاد الحكم هذا وغادي نديرو باي وجه كان ونشوف واش غادي نصور شي حاجه ولا ما نصور الا صدقت لي زوينه غنخرج حوايجي كاملين غنحطهم نبيعهم والسلام عليكم والسلام عليكم